السلام عليكم. في فقرة الدعم اليوم عندنا قناة تعليمية كما تحبوا، ما تجيبش مشاهدات ياسر، خاصة اليوتيوب ما يدعمهاش وما تجيش في حلقات مقترحة. المهم دوك نخلي لكم نبدا تعريفية عن صاحب القناة. إذا كنت حاب تكون أنت التالي وتشوف بلي قناتك تقدم محتوى أصلي مش منسوخ ولا منقول، خلينا القناة تاعك في كومنتار ولا اكتب كومنتار بركة دوك نخش نشوف ليشان وقناة اللي تستاهل نديروا لها الدعم. هيا نخليكم مع السيد يقدم لكم القناة تاعو وش المحتوى اللي يقدم. رجعت دقيقة برك باه نقول لكم واحد المعلومة خفيفة. صح اني عيان ميت، مي معليش تكون عيان ميت خير من تكون شبع راحة. السلام عليكم اخوتي، صافا بخير كلشي مزيان. اولا اخوتي نعرفكم بنفسي، انا سميتي اسامة، كنقرا في الجامعة شعبة الفيزياء والكيمياء، المهم شعبة الفيزياء بالخصوص. اش غنقول لكم، المهم اخوتي انا في 2017 بديت واحد القناة اللي سميتها المدرسة الالكترونية. هاد القناة هادي هي يعني واحد القناة اللي اي حاجة درستها او لا اي حاجة عرفتها كنحاول نشاركها مع الاصدقاء ومع اولاد الشعب في هاد القناة هادي. واي درس، اي يعني اي حاجة شفتها بتنفع الطلبة او التلاميذ كنشرها. وكما كتلاحظوا هما بزاف ديال الفيديوهات هنايا اللي درت، رغم ان المشاهدات قليلة الا ان الهدف ديالنا المهم الحمد لله وصل لواحد الفئة ديال يعني قدرنا اننا غير الا قدرنا اننا نفهموا ونكونوا حسننا من المستوى ديال بعض الطلبه راه مزيانه، ولا قدرنا نفيدوهم غير بشويه راه مزيانه. وكنتمنى انكم ان شاء الله بحول الله تدعموني باش على الاقل نوصل واحد يعني العدد كبير من المشتركين واللي كنعتبرهم انا عائله بالنسبه لي. كنشكركم بزاف اخوتي، المهم سواء خوتي الجزائريين او لا خوتي المغاربه كنتمنى منكم دعموني. احنا راه خوت ونفس اللهجه الحمد لله ونفس التقاليد ونفس شحال ديال الحوايج، المهم كنشاركوا بزاف ديال الحوايج. وكنطلب منكم اخوتي دعموني باش هاد المحتوى ان شاء الله بحول الله يوصل لعدد كتير ديال الطلبه اللي محتاجين هاد الدروس هادو. وبالنسبه يعني القناه نشرح لكم حاجه بحاجه. هنا يا خوتي ملي كتضغط على قوائم التشغيل كيطلع لك داكشي منظم كامل اخوتي، كل كور يعني كل ماده والدروس اللي فيها. وان شاء الله غادي نحاول دوكا كاينين ديال الفيزياء وغادي نحاول اخوتي ندير الشعاب الاخرين ان شاء الله بحول الله، غير بما تطور القناه ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه اللي بغى يتواصل معايا فما عليه انه يضغط غير على هاد حاولة اخوتي، وغادي يلقانا حسابي على الانستغرام او لا صفحتنا على الفيسبوك او لا موقع القناة او لا القناة ديالي على اليوتيوب. ملي كتضغط على حسابي على الانستغرام كيتلاح لك الانستغرام ديالي، هو هذا اخوتي اللي بغى يتواصل معايا فيه. ولا بغيتي كذلك انك تواصل معايا في الصفحه ديالي على الفيسبوك، ها هي خوتي الصفحه ديالي على الفيسبوك المدرسه الالكترونيه، اولا الموقع ديالي اللي مازال في الطور يعني مازال خدامين عليه ان شاء الله بحول الله. حيت كما كتعرفوا اخوتي الامكانيات ما كتساعدش باش انك تطور شي موقع، خصك انك تشري ليه قالب محترف وتشري ليه الدومين وبزاف ديال الحوايج. المهم اخوتي حنايا المهم غير باش ننشر المعلومه، هذا هو الهدف ديالنا اخوتي، وانكم تدعموني ان شاء الله بحول الله على القناه في القناه ديالي وانكم تشتركوا فيها.